إذن let's read the following sentences. دعونا نقرأ الجمل التالية. الآن ركزوا معي لو سمحتم. I can in the sea. I can in the sea. أين الفعل في هذه الجملة؟ Can. Can. إذن الفعل في هذه الجملة هو can. صحيح. طيب لنترجم الجملة ونفهم معناها. I can in the sea. أنا أستطيع in the sea. في البحر. هل لهذه الجملة معنى برأيكم؟ لا أستاذ فلنقل. إذن هذه الجملة ليس لها معنى. طيب هل الجملة صحيحة قواعديا؟ لا كمان ما صحيحة. طيب خلونا نشوف خلونا نشوف قواعديا بابها. نعم نعم نعم. لاحظوا الفاعل هو I. الفعل كان. إذن لنرى الجملة. إذن I can in the sea. I it is subject. Can in the sea it is an object. لا ما عم نفهم عليه. لا لو سمحتوا طلابنا الأعزاء من أجل مصلحة الجميع بننتبه على حالنا بالنسبة للمايك. المايك إذا حدا منكم بيكون مفتوح عنده بصير بيشوش على كل الدرس، وبالتالي المايك منخليه مغلق بين ما يكون عندنا سؤال بنرفع إيدنا بنفتح المايك بنحكي وبعدين بنغلق مشان مصلحة الجميع. طبعاً نحن لساتنا في البدايات عم نتعلم على البرنامج وبالتالي ما في مشكلة حالياً. إذا خلونا نرجع من بداية الشريحة هذه. إذا let's read the following sentences. دعونا نقرأ الجمل التالية. إذا I can in the sea. برأيكم هذه الجملة هل هي ذات معنى؟ أنا أستطيع في البحر، هل لها معنى؟ إذا قلنا بأنها ليست ذات معنى. طيب قواعديا هل هي صحيحة؟ البعض أجاب بأنها صحيحة، والبعض الآخر قال بأنها غير صحيحة. لنرى. إذن الفعل هو I، الفعل هو كان، وتتمة الجملة in the sea. إذن in the sea في البحر. إذن الجملة فيها فاعل وهو I، فيها فعل وهو كان، وفيها تتمة in the sea. إذن الجملة صحيحة قواعديا، ولكن الجملة من حيث المعنى غير صحيحة. دعونا نقرأ هذه الجملة. I can swim in the sea. أستطيع السباحة أو أستطيع أن أسبح في البحر. برأيكم هل أصبحت ذات معنى أم لا؟ نعم. إذن أصبحت الجملة ذات معنى. إذن نستنتج، لاحظوا الجملة الأولى I can in the sea، الجملة الثانية I can swim in the sea. قلنا بأن الأولى ليست صحيحة. إذا ننتج بأن الموديل الأفعال الناقصة لا يمكن أن تأتي بمفردها في الجملة. إذا الأفعال الناقصة لا تأتي بمفردها في الجملة. ليش؟ لأنها لا تعطي معنى مكتمل للجملة. قادر لو سمحت عبد القادر اقفل المايك من عندك عبد القادر. اذا لاحقوا عندما اتى فعل رئيسي وهو swim، لاحقوا باللون الاحمر فعل رئيسي اتى بعد الفعل الناقص كان اصبحت ذات معنى. اذا نستنتج بان الافعال الناقصه لا تاتيها في الجمله، وانما يجب ان تتبع دائما بفعل رئيسي. دائما تتبع الأفعال الناقصة بفعل رئيسي. نأخذ هذا المثال الثاني. We have to our homework. علينا أن وظائفنا. لاحقوا نفس المبدأ تماما. الفاعل هو we. الفعل هو have to. Have to وهو فعل ناقص model. التتمة أو المفعول به هو our homework. وظائفنا. إذا ليست ذات معنى الجملة. أما لو قلنا We have to do our homework. علينا أن ننجز أو أن نكتب وظائفنا أصبحت ذات معنى. إذن أتى الفعل لاحقوا do بعد have to وهو فعل رئيسي لتصبح الجملة ذات معنى. نأخذ مثال ثالث. My friend أحمد can three languages. إذن صديقي أو زميلي أحمد كان يستطيع three languages ثلاث لغات.
طيب هي صحيحة قواعديا هالجملة هاي؟ الفاعل my friend أحمد، الفعل هو كان، والتتمة three language، إذن هي الجملة صحيحة. ولكن هل هي ذات معنى؟ إذن بالتأكيد لا. لو قلنا my friend أحمد can speak three languages، صديقي أحمد يستطيع أن يتكلم three languages ثلاث لغات، أصبحت الجملة صحيحة. المثال الأخير you should your dentist at least twice a year، إذن ينبغي عليك إلى طبيب أسنانك على الأقل مرتين في العام. لنرى الجملة الصحيحة you should visit your dentist at least twice a year، أي عليك أن تزور طبيب أسنانك مرتين على الأقل في العام. إذن لاحظوا طلابنا الأعزاء بأنه الجمل الموجودة أمامكم كلها تحتوي على فعلين. الجملة الأولى في كان كان، إذن الجملة الأولى فيها الفعل الناقص هو كان، الجملة الثانية have to، الجملة الثالثة أيضا كان، والجملة الأخيرة هي should. ولكن انتبهوا بأن كل هذه المودل، هذه الأفعال الناقصة حتى تصبح الجملة صحيحة تبعت بفعل رئيسي وهو في حالة المصدر، أي نكتب عنها ملاحظة، أي أن الأفعال الناقصة دائما ما تتبع بفعل رئيسي، ويكون هذا الفعل في حالة المصدر أي بالتصريف الأول دون أي إضافة. إذن لنعرف الآن المودل الأفعال المساعدة الفرعية، نعرفكم عليها. هي كان، هذه قائمة بها كان، could، must، shall، should، may، might، will، would، have to، و going to، وأيضا لدينا had to. إذن كلها هذه أفعال ناقصة أو أفعال مساعدة فرعية. لا انتبه الملاحظة هنا، لا تأتي هذه الأفعال في الجملة لوحدها كفعل رئيسي، انتبهوا، لا تأتي كفعل رئيسي. الأمثلة التي أخذناها في المثال السابق، إذن لا تأتي هذه الأفعال في الجملة لوحدها كفعل رئيسي، بل تأتي مع الأفعال الرئيسية، أي يأتي خلفها فعل رئيسي لتدل على إمكانية أو مستقبل في حالة الإثبات. إذن هي بتدل على إمكانية أو مستقبل، ودائما ما بتكون هذه الجمل في حالة الإثبات ولتشكيل السؤال أو النفي، وتستخدم أيضا لتشكيل السؤال أو النفي، ودائما تأتي الأفعال الرئيسية بعدها بالمصدر. إذن كل فعل بيجي خلف هذه الأفعال بيكون في حالة المصدر أي في التصريف الأول دون أن يكون مضاف له ED أو اسم المفرد الغائب أو ING أو أي شيء، في حالة المصدر دون أي إضافة. لاحقوا هنا هذا المثال I can swim، انتبهوا هون على الفعل swim هو فعل في حالة المصدر. السؤال لتشكيل السؤال من هذه الجملة نقول can you swim، هل تستطيع أن تسبح؟ لاحقوا وضعنا الفعل الناقص في بداية الجملة can you swim. النفي I can't swim، وضعنا هون لحالة النفي وضعنا بعدها not، I can't swim، لا أستطيع السباحة. مثال آخر it may rain tomorrow، من الممكن أن تمطر غدا. هلا هون لو حذفنا rain، الفعل rain يمطر، هل تصبح الجملة صحيحة؟ it may tomorrow، من الممكن غدا، من الممكن ماذا؟ جملة غير صحيحة. إذن حتى تصبح صحيحة وضعنا بعدها فعل رئيسي وهو rain تمطر. مثال أخير may I use your phone please، هل تسمح لي أو هل بإمكاني أن أستخدم هاتفك لو سمحت؟ هون في حالة سؤال وضعنا الفعل الناقص في بداية الجملة. إذن بذلك نكون قد انتهينا من المودل من الأفعال الناقصة أو الأفعال المساعدة الفرعية. الأفعال الناقصة كما قلنا لا تأتي بمفردها في الجملة، دائما مرشخ هاي القاعدة بذهننا، الأفعال الناقصة في الجملة لا تأتي بمفردها، دائما تكون متبوعة بفعل وفي فعل رئيسي طبعا، وهذا الفعل يكون في حالة المصدر، يكون هذا الفعل في حالة المصدر دون أي إضافة.
إذن بذلك نكون اليوم قد انتهينا من درسنا إن شاء الله. نتابع في الدرس المقبل بعد الغد إن شاء الله تعالى باقي أنواع الأفعال الأوكسيليريز، الأفعال المساعدة، and main verbs الأفعال الرئيسية. طبعا عندما ننتهي من الأفعال نكون تقريبا قد انتهينا من parts of speech، من أقسام الكلام، لأنه الباقي كله بيكون بسيط جدا. أنواع الفعل هي أكثر قسم مهم جدا جدا جدا، وسأركز عليه كثيرا حتى نستطيع أن نفهم قواعد كتاب أو محتوى كتاب الثالث ثانوي بكل سهولة إن شاء الله تعالى.